المأذون اتأخر ليه؟ فين المأذون؟ الساعة بقت 9، شكله كده مش جاي. أنا بقول نأجل الفرح لحد ما نشوف مأذون تاني. يلا حبيبي. ودي تفوتني برضو يا عمي، أنا جايب لسعادتك 4 مأذين بدفاترهم وأوراقهم، اختار اللي يعجبك منهم. وشهد شاهد من أهلها، فين الشهود؟ مفيش حد من أهلها موجودين، هم في المنيا. لو تستنوا نبعت نجيبهم وحد منهم يشهد. أدي بطاقتي، أنا شاهد. هو أنا في ديك الساعة لما أشهد في جواز بنت أخويا؟ إيه أنت مالك أنت؟ إيه اللي دخلك في حاجة زي كده؟ وأنا شاهد مع العريس. بطاقتك يا أبو العروسة. معيش بطاقة. معكش بطاقة؟ أمال هنكتب الكتاب بإيه؟ الله شرفت، البطاقة بتاعتي راحت، أعمل لكم إيه؟ معايا كارنيه النادي، ينفع؟ سبحان الله، هكتب الكتاب بكارنيه النادي؟ طب خد، إيه؟ أدي الكارت بتاعي. كارت إيه؟ أنا عايز بطاقة. معيش بطاقة وأنا أعمل لكم إيه يعني؟ مفيش بطاقة؟ مش مشكلة يا عمي. يا استاذ خطاب ورايا، زوجتك ابنتي. الواد ابراهيم فين؟ يا استاذ خطاب قول ورايا، زوجتك ابنتي الانسه حبيبه خطاب النجاري البكر الرشيد على كتاب الله وسنه رسوله وعلى مذهب الامام ابي حنيفه النعمان وعلى الصداق المسمى بيننا. انا حافظ كل ده بالراحه، مش حافظ، انا نسيت اللي انا هقوله في الاول. هقدر اقول كل ده؟ ما انا قلت لك قول ورايا في الاول، ما رضيتش. قول ورايا يا أستاذ خطاب، زوجتك ابنتي وموكلتي. زوجتك ابنتي وموكلتي الآنسة حبيبة خطاب النجاري. الآنسة حبيبة محمود النجاري. محمود مين؟ أنا وأنا صغير كان بيقولي لي محمود. الله، أنا مالي وأنت صغير يقولوا لك أي حاجة؟ محمود ولا حسن ولا عباس؟ دلوقتي أنت مين؟ أنت خطاب. الأنسة حبيبة خطاب النجاري. أنسة حبيبة خطاب النجاري البكر الرشيد. طبعا بكر، وأي حد هيقول غير كده هديله بالجزم على دماغه. بكر، وسوف تظل بكر. على كتاب الله وسنة رسوله. على كتاب الله وسنة رسوله. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. وعلى مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. قول يا أستاذ طارق ورايا، قابلت زواج ابنتك وموكلتك؟ أنا إيدي وجعتني. قابلت زواج ابنتك وموكلتك؟ الآنسة حبيبة محمود النجاري. الآنسة حبيبة محمود النجاري. محمود مين؟ محمود مين؟ محمود مين؟ غلطتني. الآنسة حبيبة خطاب النجاري. الآنسة حبيبة خطاب النجاري البكر الرشيد. البكر الرشيد على كتاب الله وسنة رسوله. على كتاب الله وسنة رسوله. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة وعلى النعمان. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. مبروك.